ضبط أداء السوق إحنا عندنا في مصر حالة واضحة جداً، وتغيير سعر الصرف موضحها بشكل واضح، وهي حالة اسمها فشل السوق. أستطيع أن أقول لك بمنتهى الثقة إن السوق المصرية فاشلة. يعني إيه فاشلة؟ يعني لا تحقق الآليات السليمة والانضباط ما بين العرض والطلب لصالح المستهلك، لأن دور الدولة هي أنها تعمل التوازن بين المنتج والمستهلك، مصلحة المنتج ومصلحة المستهلك. والتوازن ده بيكون لما تلاقي محتكر توقف احتكار. وما أنا هرجع لحضرتك في حاجة مهمة جدا، مثال احنا شاهدناه مؤخرا لما جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على فكرة الكلام ده حضرتك كنا في مجلس، حضرتك كنت في مجلس النواب وأنا في مجلس الشورى، وشفت أنا قلت إيه في القانون أصلا غلط. القانون ده بتاع منع الممارسات الاحتكارية المفروض القانون يطلع قانون مكافحة الاحتكار، مفيش حاجة اسمها حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يعني الأنتي تراست لو في أمريكا. وأنا جبت القانون وأنا في مجلس الشورى بتاع الأنتي تراست وقارنا وشفنا الفروق وقلنا اللي لنا واللي علينا. ولكن طبعا كان في حضرتك عارف المتغيرات اللي هي بتسمح بسيادة المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، دي مصلحة خاصة طاغت على العامة. فإحنا النهاردة لما نيجي نتكلم على السوق المصرية، هو اللي بينجدنا إيه؟ إنه تبتدي القوات المسلحة تطلع حاجات منافذ، لكن القرار الصح هو اللي خد وزير الزراعة تحية له كبيرة، وزير التموين، فتح الاستيراد. هو ده التجارة الدولية، هو ده دورها. إنها لسه كنت بكلم حضرتك على أحسن نظام عند أمريكا، نظام قوي جدا، يعمل يوازن بين حاجتين، يحقق مصلحة المنتج إنه مفيش حد منافس له يجي يضربه من دولة تانية، ولكن يحقق مصلحة المستهلك انه يجعل هذا المنتج في وضع منافسة مع المنافسين من دول اخرى. هو ده الكلام الصح. طب لما تيجي تحطه على الحالة المصرية، هل ده بينطبق؟ لا بالمرة. وعشان كده من المفارقات الغريبة جدا، عشان انا بنزل الف في السوق بقى يوميا واروح السوبر ماركت واشوف كل سوبر ماركت مسعر ازاي والسلع ايه، تمام؟ من الفروقات الغريبة جدا ان التسعير دلوقتي بمصر بيتم على اساس السعر العالمي مش السعر المحلي، والسعر العالمي مضروب في ايه؟ في سعر الصرف اللي هو مغالى فيه، واحنا مضطرين نعمله عشان الامور تمشي خلاص. لكن احنا لا يجب ان نسكت على ذلك، لابد ان تكون هناك ادارة اقتصادية قوية تفعل استغلال الموارد الاقتصادية، وده لن يتأتى إلا بسياسات اقتصادية رشيدة غير موجودة حاليا. عشان تبقى الدنيا واضحة، لا سياسة مالية رشيدة ولا سياسة تجارية زي ما لسه كنت بتكلم. السياسة النقدية يعني ما اقدرش اتكلم عليها، لأن هي مضطر، هو مضطر يعني محافظ البنك المركزي لا يملك إلا أنه يخلي سعر الفايدة عالي. ليه؟ لانه عايز ال 18 مليار بتوع سندات الخزانه اللي جايين له من بره، هو محتاجهم فمضطر يخلي الفرق كده. سعر الفايده ما هو مخليه عالي. طب ده بقى اثره على التنافسيه وتكلفه الاستثمار في مصر. لازم يبقى فيه بقى وسائل تانية، اللي هي بقى ايه؟ تفعيل اليه مبادره الرئيس بتاع ال 5% بتاعه البنوك. والبنوك بتدي جهاز البنك المركزي بيدي حافز للبنوك. فانا بقى تعالوا بس احنا، انا عامله دراسه على تقييم هذه المبادره في اكاديميه البحث العلمي، انا عامله دراسه للاسف الشديد. اول ما المبادره دي نزلت وسيء استخدامها، ورجال الاعمال بداوا يخلوا اولادهم يعملوا شركات صغيرة، وخدوا كل يعني خدوا نسبة كبيرة. بس البنك المركزي تدارك ده وبدأ يحط ضوابط. هنا برضو قصة تفعيل آليات الرقابة ووضع مؤشرات القياس، والمؤشرات تكون معمولة قبل ما طلع المبادرة عشان اطمن ان المبادرة بتجيب نتائجها. ابعد بقى على 50-60 سنة استخدام الترايل اند ايرور،
الصواب والخطأ. احط حاجه وبعدين اقعد لي 5 سنين لما اتاكد انها غلط احاول اصححها. مصر كلها للاسف ماشيه كانت في هذا الاتجاه. لا، لا نملك هذا الطرف دلوقتي، وبالتالي لابد من الجديه والالتزام. فلازم انا بقى، أكرر اهميه المشروعات الصغيره والمتوسطه والصغيره. حاليا هذه المشروعات هي صمام الامان للاقتصاد المصري. حضرتك تفعل دورها في التصدير، مشاركتها في التصدير 6% كما هي. اخر مره كنت معاك يمكن من سنه، مش كده؟ لا، قبل سنة يا دكتورة، كنت معايا من شهور قليلة. لا لا، يعني أنا أعتقد إن لما اتكلمت على مشاركة الموضوع ده قبل كده، كان من مدة طويلة جدا. مشاركة المشروعات الصغيرة في التصدير ما زالت كما هي من سنة. صحيح، هو ده اللي أنا عايز أتكلم فيه. أتكلم في أرقام، أتكلم في أرقام ومؤشرات، وحاسب المسؤول. يعني أنا النهاردة دلوقتي مش أتكلم في أرقامه بس، طب مين المسؤول عن القصة دي؟ يا حكومة انتوا بتقولوا هنزود التصدير، شاوروا لنا مين المسؤول ونتكلم معاه وندعمه ونسنده كلنا قلب، يعني قلبا وقالبا معاه، لان بلدنا محتاجة ده، محتاجة من كل وطني مخلص انه يقف ويساند.